السلام عليكم متتبعي قناة فيزا فواج ماروك، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا الجديد. غادي نهضروا فيه على الناس اللي حاريين في فرنسا، اي الناس اللي جالسين تما في فرنسا واحد المدة ديال 3 سنين او 5 سنين بطريقة غير قانونية. هذا الفيديو هذا نتمنى انكم اللي عنده شي خو او شي واحد من عائلته في فرنسا يبارطاجي معاه باش يستافد كما قلت لكم من هذا القانون اللي دارته الحكومة الفرنسية باش يصلحوا خدمة يد العاملة الأجنبية في فرنسا. إذا ابتداء من 1 أبريل أقرأ عليكم، كتبت هنا واحد جوج صفحات، من بعد غادي نشرح لكم بالتفصيل. إذا ابتداء من 1 أبريل الحكومة الفرنسية كلفت مصالح المحافظات بمراقبة اليد العاملة ديال الأجانب، يعني الناس اللي خدامين اللي جالسين الناس اللي حارقين تما في فرنسا الأجانب وخدامين ولكن بطريقه غير قانونيه. اضافه الى ذلك سيتم فتح واحد لابليكاسيون سميتها اي دوزيم، بحال قلت ايميغراسيون برو، في 6 ابريل، وستسمح بتقديم طلبات ترخيص العمل عبر الانترنت. وهاد الصفحه هادي راه خدامين فيها حاليا كيوجدوا فيها، هما غادي يديروا واحد لابليكاسيون ان شاء الله باش الناس يقدموا الطلبات باش ياخذوا ترخيص ديال العمل عبر الانترنت. هاد الصفحة هادي باقي ما داروهاش. إذا يمكن للأجانب العاملين والموجودين بطريقة غير قانونية وغير نظامية في فرنسا من خلال القبول الاستثنائي للبقاء على تصريح إقامة موظف أو عامل مؤقت، يعني بإمكان لهم ياخذوا واحد كارت بحال قلتي كارت سيجور ديال الخدمة أو لعامل مؤقت، لكن خاص يكون عنده جوج ديال الشروط اللي هما مدة الإقامة في فرنسا وخاص يقدم الطلب ديالو للمحافظه، مده العمل ومده الاقامه في فرنسا والطلب ديالو تيقدمو لابريفيكتور. بالنسبه للشروط كاين جوج ديال الشروط، خاص يكون عندك عقد عمل او وعد بالعمل او وعد بالتوظيف، تكون عندك واحد الكونطرا ديال الخدمه كنتي خدام او لا وعد بالتوظيف، يعني فهمتي يكون عندك واحد بالعمل. ثانيا مده العمل ومده الاقامه، الا كنتي عايش في فرنسا 5 سنين او اكثر من 5 سنين خاصك تثبت ليهم بلي انت ساكن في فرنسا ديك المدة كاملة، ومدة العمل خاصك تكون خدام 8 شهور في العامين الاخرانية، يعني انت كنتي ساكن جالس في فرنسا بطريقة غير قانونية تكون خدام 8 الاشهر في العامين الاخيرة او 30 شهر في 5 سنين الاخرى، 30 شهر في 5 سنين الاخرى او 8 شهور في العامين الاخرانية. انا غادي نعاود ندير لكم ريزومي ديال هادشي، واحد الخلاصة. دابا ندوزو للثانية، إذا كنتي عايش في فرنسا مدة 3 سنوات حتى هي خاصك تبين ليهم بلي أنت جلستي تما في فرنسا مدة ديال 3 سنين وخدمتي 24 شهر في 3 سنين الأخرانية، تكون خدمتي 24 شهر يعني عامين في 3 سنين الأخرانية، وتكون واحد 8 شهور في آخر 12 شهر تكون خدمتي 8 شهور في العام الأخراني. ندوزو لواحد الشرط واحد اخر بالنسبه للناس اللي جالسين هذه 3 سنين، خص تكون انت تهضر باللغه الفرنسيه ويجب ان لا تمثل تهديدا في نظام العام، يعني ما تكونش كتشكل خطر في النظام العام وما تكونش عندك تعدد الزوجات وما عمرك درتي شي مشكل في فرنسا. البريفي يمكن ليه يعطيك تصريح بالاقامه من بعد ما يشوف الدوسي ديالك وعقد العمل او الوعد بالتوظيف من طرف لا ديريكت، يعني البريفي غيعطيك من بعد ما غادي يشوف يكون هاد الشروط هادو، يعني غادي يشوف التوصيل ديالك وعقد العمل وهذا التوظيف، وغادي يشوف واش الباترون ديالك ان شاء الله كيحترم قوانين الشغل، والصالير خصو يكون 1554 يورو. بالنسبه للاوراق غادي خصك واحد طلب واحد الفورميلي غادي يعمرو الباترون ديالك وغادي يسني فيه، وغير خصك لي جوستيف بلي انت ساكن ديك المده في فرنسا ويقدروا يطلبوا لك لي بيتان دو بي. هذا ما كان. دابا غندير واحد الخلاصه، كتبتها بنتي خلاصه خفيف طريف باش تفهم. كخلاصه، من يعيش في فرنسا بطريقه غير قانونيه مده 5 سنوات بات بامكانه التقدم بطلب الحصول على بطاقه اقامه مؤقته تسمح له بالعمل والاقامه بشكل قانوني. هذا قرار اعتمدته فرنسا وراه دارته على اقسام الاجانب في المحافظات، عمماته في المحافظات في قسم الاجانب. وهذا هما الشروط، خصو يكون عندك عقد العمل كما قلت لكم او وعد بالعمل، الإدلاء بما يثبت التواجد بفرنسا 5 أعوام وحتى زيادة 3 سنوات. اللي عنده هاد الشروط هادو غادي يمشي لابريفيكتور ولا غادي يمشي لجمعية المهاجرين غير الشرعيين. وواحد الحاجة مهمة هي أنه فيزا متيد الصلاحية ماشي ضروري، ماشي غادي يطلبوا لك فيزا تكون سالات،
هذا هو القانون الجديد اللي دخلت به فرنسا غير هذه واحد اليومين. نتمنى كلشي يستافد، وكاع الناس اللي من هنا في المغرب او اللي كيشوفونا في فرنسا يبارطاجيو مزيان مع الدراري اللي كيعرفوا الناس اللي جالسين يسمعوا بطريقه غير قانونيه باش يقدوا الوريقات ديالهم، وبارطاجيو مزيان كما قلت لكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وما تنسوش تابوناو في لاشين وديروا جيم وكومونتير، واللي عنده شي تساؤل مرحبا به.